القصة طبعا حصلت حقيقية ومجرات مثبتة، وهو أنه ظهر نقلا عن الدكتور يقول رحت أستلم راتب تقاعد للوالد، مصلحة التقاعد، ويقول احنا ماسكين طابور ثلاثة أو أربعة فينا ثلاثة، انتظر الشاب اللي واقف على الكاونتر أو المسؤول أنه يخلص معاملتنا. بينما احنا في الانتظار يقول جاء واحد من البادية يدف إنسان معوق عنده شلل رباعي الأطراف العليا والأطراف السفلية، ولكن واضح أنه حاضر الذهن ويفهم، ولكن ربما التلعثم في الكلام، فليدف العربية كلم المسؤول قال له هذا جبت لك الرجال مثل لحما ودما، شحما ولحما أي. جابه قال هذا هو جبته لك حضرته، قال شبي فيه اقلع برا، انا قلت لك ابي ورق اقلع برا يلا، ودف العربية وطلعها. وحنا على ما نشتغل يخلص أوراقنا، أثري هذا الرجال اللي دف العربي يأخذ الرجال وراح إلى المدير مباشر، قال يا أخوي هذا اللي صار فينا وهذا اللي صار، حنا نبي ورقة حتى نوديها إلى المستشفى يكتبون التقرير ونجيبها لكم، أنتم طالبين تقرير من المستشفى عن الحالة. فالرجال جينا وطردنا، قال ولا يهمك هذه ورقة ودهلة. وإحنا واقفين كان يجي قال تفضل هذه الورقة من المدير، يقول كان يأخذها ويمطلها، قال أنا ما أعبي أوراق ولا أعبي شيء يلا مع السلامة. يقول حسبنا الله على الموقف اللي حصل، لكن إحنا ما إحنا قادرين نسوي شيء، والموظف بهذه النفسية هذه مع أن الرجل بكامل صحته وعافيته ووسامته، فيقول سبحان الله بعد 9 سنين. حرك الماركة لأنك ضاغط على المايك بس قولي. يقول بعد 9 سنين جاء يقول أنا أداوم في الليل في الصيدلية وإذا فيه شباك، يقول جاني أحد الأشخاص معه وصفة قال إذا سمحت اصرف لي هذا الدواء، فصرف له، يقول أنا أشوفه من الشباك، ولا الدواء كله عبارة عن يعني إجهاض، حالة إجهاض. إي يقول أنا تفاعلت قلت السلامات ما تشوف شر تفضل خذ الدواء. استأنس من حديثي فتكلم معي قال يا دكتورة بطلبك طلب ممكن تساعدني، قال تفضل. قال دكتور لفيت العالم كل دول العالم السعودية كلها لفيته، أبي إذا تعرف مركز تعرف دكتور تعرف مستشفى في كل دول العالم بأنحاء العالم ما عندي مشكلة، أنا الآن هذه سابع مرة يحصل إجهاض مع زوجتي، سابع مرة. فيقول ناظرته عرفته، قلت له شف أنا بعطيك وصفة ولكن ما هي طبية، وصفة ثانية. قال تفضل إذا تفيدني، قال نعم تفيدك. قال أنت ما تشتغل مصلحة التقاعد؟ قال بلى أشتغل مصلحة التقاعد. قال حصل موقف وأنا كنت موجود وأنت موجود وما أنسى شكلك، تبي العلاج الحقيقي؟ قال نعم. قال تذكر في جاك إنسان معاق وذكر بالسبب، قلت له انقلع برا اطلع أنا ما أبي أبي ورق ما أبي لحم وشحم، خذ الرجال اطلع برا.
ودفيت العربية. إذا تأخذ نصيحتي راح ابحث عن هذا المعاق واطلبه يستسمح من عندك وسيشفيك الله ويشفي زوجتك. فيقول أخذ الكيس بزعل كذا وطلع. فهذه يا أخوان القصة يعني فيها عبرة. ترى في ناس الآن ربما يعانون من 50 سنة في خطأ ارتكبه قبل 50 سنة، في أخطاء ما يمكن يعني تنتهي إلا بعفو صاحبها، وكثير كثير كثير لدينا من الأخبار هذه. لكن أنا حبيت اليوم أن الناس تتذكر عظمة الدعاء وعظمة الإساءة إلى أخوك المسلم فيما يعني خاصة في عيب خلقي.